استاذ ايوه محمد، يا فندم، اهلا ايوه بيك. يا فندم، اهلا بيك يا استاذ ريان. قولي ايش عرفكم ان الراجل ده كان بيدفن حاجه؟ ما يمكن يكون كان نايم جوه مثلا. هو يا فندم اللي حضر الواقعه استاذ وليد، فبيحكي لنا اه اللي حصل بالظبط. ان ماشي. هو كان اصلا يعني هو جه على الاب وحط العمل ومشي، فلما لقيهم جم على الاب لف تاني وايه وقال لا، خاف ايه يمسكوا وهم العمال عارفوا. العمل طب ده. ممكن اكلم استاذ وليد؟ طيب ماشي، اتفضل يا فندم. استاذ مساء وليد الخير حضرتك. سنور. استاذ وليد، حضرتك عرفت منين ان هو حط حاجه في القبر؟ شكيت منين احنا يعني؟ سيدنا بالمقابر، فاني لقيت واحد بنزل القبر اه دي قصاد المقابر طريق، فاني شكيت ان هو نازل يعمل حاجه. هو اي اصل دي مقابر، احنا المقابر دي بتاعت العيله. اي يعني الراجل ده غريب. دي مش مقابر صدقه يعني اللي مفتوحه من قدام لا دي. لا، دي مقابر العيله. اه فاني ما عدي شكيت، فمشيت ورجعت. طب اه تعمل ايه هنا؟ في واحد برضو كان معايا، الاستاذ جمال. ايه بتعمل ايه؟ كان يماني قال لي بقرا الفاتحه على قبر ابويا، قلت له المقابر دي بتاعتنا احنا، مش بتاعت ابوك. المهم من هنا لهنا قال لي جاي اعمل عمل لمراتي عشان غضبانه، بدي ارجعها مش بدي ارجعها. قلت له بنزل هات العمل. هو اللي بيعمل العمل بعدها لمراته وهو اللي بيدفنه، ولا هو اه ولا واحد قال له روح ادفنه؟ لا، هو اللي عامل العمل. هو اللي عامل العمل لمراته؟ اما نزل الجبر طلع عمولات اللي احنا عرضناها في الفيديوهات، لم طلع اكتر من 50 عمل، بنات وولاد وبنات وولاد هو اللي عاملهم؟ هو اللي عاملهم. والبنت اللي في فين الصورة اللي الفيديوهات لابسة دي يا اسمر جماعة؟ ديت اتوفت من شهر، وبعدين جبت منهم اتوفت. سلمتوا لي وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية نشكر احمد بيه شيوخ، احمد بيه سرحان، احمد بيه سرحان، يعني عمل الواجب وزيادة. وقبضوا عليه. قبضوا عليه في الصورة البنت اللي هي لابسة طرح سمر دي، اتوفت من شهر والله، عملت وقت مش من العمولات فين اللي هو الفيديو اللي عاملها. انت فين الفيديوهات اللي بيقولوا عليها؟ فين الفيديو اللي الفيديوهات معايا على التليفون، ايوه انا منشرها على انت التليفون. معاك فيديو تاني فيه الخمسين عمل ده؟ معايا الفيديوهات دلوقتي يا فندم، واحنا انت ما خدتش الفيديوهات؟ بنبص في القبر دلوقتي يا فندم. معانا استاذ فيديوهات؟ ريهام، نعم. واحنا بنبص في القبر دلوقتي، لقينا تمام، عملين لقينا عمالين موجودين معانا من دلوقتي. القبر، من القبر اللي هو كان متواجد فيه حضرتك. اه هو اللي دفنه يعني، هو من ولا القبر واحد اللي هو متواجد. هو اللي ممكن دفنه نجيبه ولا مع حد الشيخ بقى. تاني؟ اه هو اللي لا هو دفنه. يا فندم، هو حضرتك هو اللي طلع العمولات بايده. فين العمل اللي ولما لقيتوه ده؟ اسمه ثروت الشملول يا فندم. لا معاكوا العمل اللي لقيتوه دلوقتي ده؟ هو يا فندم موجود، موجود واحد بس عندك رجع شكل. لكم. بدي العمل اه ده بص، لسه لاقيه دلوقتي يا استاذ ريان. دي كانت عبارة عن رسمة قلب. بص دي كانت يا لهوي. عبارة عن رسمة قلب، واحنا بنعدل الغطا عشان نقفل المقبرة، لأن العمل ده بالمنظر ده كده حاجة يهودي أو حاجة زي كده، الله أعلم، حسبي الله ونعم الوكيل.